السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت قبل أي حاجة نصلي على سيدنا النبي. الفيديو ده مهم جدا، هنتكلم عن العلاقة بين قراءة الجامع وبين المنسوب. طبعا كثير بيتلخبط في قراءة الجامع وإنه يحسب سواء النقطة اللي وزنها عالية أو واطية. ليه؟ لأن طبعا عندنا العلاقة بين قراءة الجامع والمنسوب علاقة عكسية. يعني إيه؟ يعني قراءة الجامع كل ما يزيد الرقم بتاعها كل ما تبقى أوطى، النقطة أوطى، كل ما النقطة تبقى أوطى كل ما قراءة الجامع تبقى زايدة. عكس المنسوب، المنسوب كل ما يزيد الرقم كل ما يبقى المنسوب عالي أو أعلى. يعني مثلا لو كانت القراءة على الجامع متر ونص، تمام، ورحت قريت على الجامع متر 60 أو متر 70، القراية زادت لكن النقطة وطيت، تمام. ولو لاحظنا أن الترقيم بتاع الجامع بيبدأ من الصفر، يبدأ من الصفر، تمام، ويعلى الرقم لفوق. فبالتالي أنا لو معي الجامع نزلت بيها لتحت والشعرة الأفقية بتاعت الميزان بتقرأ على رقم معين، كل ما هنزل كل ما الرقم هيزيد، لأن الرقم بيبدأ من الصفر إلى 5 متر فوق أو 7 متر على حسب الجامع اللي انت شغال عليها. فبالتالي كل ما الجامع تنزل لتحت، اتخيل ان انت معك خط افق، تمام، على رقم معين وانت سحبت الجامع لتحت، هيحصل ايه للخط؟ والخط ثابت في نفس الوقت، الرقم هيزيد كل ما انت هتنزل، كل ما الرقم هيزيد معاك. فبالتالي كل ما القراءة زادت او الرقم بتاع قراءة الجامع زاد، كل ما النقطة بتوطى معاك. الرقم لو قل كده الجامع رفعت معاك لفوق على الخط الافقي الثابت، الجامع رفعت كده المنسوب علي او النقطة عليت. دي قراءة الجامع وانت بتتعامل مع قراءة الجامع علشان تظبط منسوب معين. طيب المنسوب نفسه، دايما المنسوب يا باشمهندسين بيكون رقم كبير عكس قراءة الجامع. قراءة الجامع محدودة في 5 متر اقصاها او 7 متر اقصاها حسب نوع الجامع. فبالتالي ما فيش قراءة جامع بتوصل 10 متر ولا بتوصل 20، فده منسوب. يبقى المنسوب بيكون رقم اكبر من رقم الجامع، تمام. ودايما المنسوب كل ما يعلى يبقى الارض او النقطة تعلى معاك. يعني مثلا كنت على منسوب 100، المنسوب ده بقي 120، كده المنسوب ده زاد معاك 20 متر. 120 متر، كده المنسوب زاد معاك 20 متر. طيب لو بقي 80، كده المنسوب قل معاك 20 متر. ده المنسوب عكس قراءة الجامع او عكس الجامع. قراءة الجامع لو الرقم زاد كده النقطة وطيت، الرقم قل كده النقطة عليت معاك، تمام. يعني مثلا انا كان معايا قراءة الجامع في الموقع وانا شغال متر 20، ورحت قريت على الجامع متر 25، انا بقى ايه، بظبط او بوقع على متر 20، هعمل ايه في الحالة دي؟ يبقى متر 25 كده هقول له ان النقطة وطيت 5 سنتي. طيب بقت متر 15، كده النقطة هقول له عليت 5 سنتي، يعني انزل بيها 5 سنتي عشان تظبط على المتر 20 اللي انا محتاجه. دي قراءة الجامع. طب المنسوب، المنسوب زي ما قلنا الرقم قل كده المنسوب قل، الرقم زاد المنسوب زاد. ودايما المنسوب ماشي مع منسوب متوسط سطح البحر، ده الزيرو بتاعك. فانت الارض كل ما تعلى معاك او كل ما تعلى كل ما الرقم يزيد، كل ما تقل كل ما الرقم يقل معاك، تمام، عكس قراءة الجامع علشان ما تتلخبطش بين المنسوب وقراءة الجامع. طيب الاحداثيات عندي موقع نقطة. الاحداثيات بتكون موقع نقطة، لا منسوب ولا لي علاقة بان هي عليت او وطيت، ده موقع نقطة. زي ما يكون النقطة في على جبل او على الاسفلت او على اي مكان، الاحداثي بتاعها اللي هو الاي والان، ده موقع نقطة. يعني بتقول النقطة في المكان ده ملهاش علاقة لا عليت ولا وطيت. ده العلاقة بين المنسوب قراءة الجامع والاحداثيات، تمام، علشان ما تتلخبطش بين القراءة وبين المنسوب. اتمنى الفيديو يكون على اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.